42 حريق سجلته ولاية طارف منذ 9 أوت مست في مجملها 14 بلدية. الحرائق المندلعة تسببت في إتلاف 1000 هكتار من الغابات كحصيلة أولية. أكثر من 1000 هكتار مست أشجار البلوط الفليني ومعظمها أدغال وأحراش. 42 حريق مس 14 بلدية، أهمها بلدية الزيتونة السوارخ وبلدية العيون. المحافظة المحلية للغابات سخرت كل إمكانياتها لإخماد الحرائق لتقليل الخسائر المادية وتفادي الخسائر البشرية. سخرت محافظة الغابات لولاية الطارف الرت المتحرك المتكون من 8 شاحنات وكذلك سيارات ستيشن المتمثلة في 10 سيارات وكذلك 200 عون وعمال تدخل سريع، وكذلك كانت مساهمة من طرف المؤسسات الوطنية والعامة حيث تم دعمنا بآلة البيول، 4 آلات بيول قمنا بفتح مسالك قدرت بأكثر من 40 كيلومتر مما سهل عملية التدخل والإخماد، وإلى غاية يومنا هذا لم نسجل أي خسائر بشرية والحمد لله. ثروة غابية هامة تمتاز بها ولاية الطارف تقدر ب 78 ألف هكتار من غابات الفلين المنتجة، وأكثر من 12 ألف هكتار من غابات الكاليتوس هي اليوم مهددة وتقتضي علينا المحافظة عليها.